ناخدهم كعادتنا على قد عقلهم ونسأل هل الأهلي فعلا بيطالب باستكمال الدوري للسبب اللي بيرددوا الناس دي، وهل فعلا قضية الأهلي هي درع الدوري؟ طيب لو قضية الأهلي هي الدوري فعلا زي ما هم بيقولوا، ليه بيتحايلوا على اتحاد الكورة يلغي المسابقة ويعلن الأهلي بطل، ومع ذلك الأهلي أول من رفض تتويجه وطلب ان المسابقة تستمر؟ مش عشان التتويج، ولكن الموضوع عند النادي الاهلي غير. الموضوع لو عند النادي الاهلي بطولة كان الاهلي ما يصدق الدوري يتلغي ويتوج بطل، لا ماتشات ولا وجع قلب ولا وجع دماغ، ونبدأ دوري جديد هيكون الاهلي كده كده هو المرشح الاول ليه كالعادة. المشكلة ان الناس دي عقليتها صغيرة جدا، لدرجة انها متخيلة ان الاهلي بيعند عشان الدرع مش عشان الخسائر الاقتصادية المتوقعة اللي هيتحملها النادي الاهلي، لان كل الاندية والشركات المرتبطة بسوق الكورة في حالة الالغاء هتترك الدوري المصري، والناس دي مش مستوعبة ان الاهلي عامل ميزانية خاصة بقطاع الكورة ما ينفعش يحصل فيها عجز، وما ينفعش يمد ايده على فلوس تجديد الاشتراكات زي ما هم بيعملوا عشان يسددوا العجز عندهم. الناس دي ما تعرفش يعني ايه الغاء موسم، وبالتالي تأثر مصادر الدخل عندك وتأثر ميزانيتك، وبالتالي هيكون في عجز ممكن يخليك تأثر في قضاء احتياجات فرقتك للموسم الجديد، لان هم كده كده مش قادرين يدفعوا لا للعيبة القديمة ولا للعيبة الحالية، والظروف طبيعية عندهم، هيجيبوا منين يدفعوا للجديد لما القديم مخدش حاجة؟ الناس دي كده كده مديونة، فمش هيفرق معاها ديون زيادة، اللي يفرق معاها الجملتين بتوع احنا حققنا 2 سوبر في اسبوع يا خطيب. الخطيب اللي عمره ما يتحط في كفة واحدة مع تاجر العملة، الخطيب عمره ما رفع لنا جزمة في استاد، الخطيب عمره ما تف على لاعب او مشجع، الخطيب عمره ما قال ان الاهلي صفيحة زبالة، الخطيب عمره ما قال علينا كلاب بتهوى، الخطيب عمره ما انضرب قدام النادي، الخطيب عمره ما قال على رمز اهلاوي انه خامورجي او امارتي، الخطيب عمره ما خد في عرض او دخل السجن، الخطيب عمره ما قال لينا لو عايزين مدرب خلوا امكم تدفع، الخطيب عمره ما تاجر في فلوس النادي، الخطيب عمره ما قال انا عملت للاهلي او عايرنا ببطولة، الخطيب عمره ما وقفنا في الشمس عشان شوية تذاكر. ببساطة اسلوب ادارته للنادي نختلف عليه، لكن في النهاية الخطيب محب للاهلي، الخطيب عمره ما هيدور عن منفعة شخصية او وجاهة اجتماعية، عشان كده بيبو هو عشق لكل الاهلاوية. الزلنطحي بيكذب زي ما بيتنفس، الزلنطحي دايما بيكذب ويعشق الكذب. قال ان في 14 فريق موافقين على الغاء الدوري، واربعة بس اللي عايزين الدوري يكتمل. تسمع مندوب الاندية اللي حضرت الاجتماعات تكتشف العكس، ان اللي بيجري وراء الغاء الدوري حوالي 5 اندية فقط، وهي الزمالك والاربع اندية الاخيرة طنطا، دجلة، المقصة، FC مصر، والباقي قالوا محدش ناقش اصلا الالغاء لانه قرار دولة، بس لينا شوية تحفظات ولينا شروط عايزين نحلها مع الاتحاد، والاتحاد والوزارة يحلوها، وما عندناش مانع ان احنا نرجع للدوري. الزلنطحي قلب الآية. الزلنطحي بيحاول دايما يكذب لمصلحته، اللي بيقوله على الهوى اعرف فورا ان عكسه هو الحقيقة، كذاب من راسه لاخمص قدميه. امبارح قال لازم يبقى في صعود عشان في أندية في الدرجة التانية كافحت عشان تصعد، لكن النادي اللي كافح عشان ياخد الدوري والفرق بينه وبين النادي اللي بعده 16 نقطة، ملوش حق في حاجة، لأن